وتنامي مصارف الداتية التي تتحملها الأسر في العلاج للسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. فليتفضل أحد وضع السؤال مشكورا. كلمة السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترمات، السيدات والسادة النواب المحترمون. السيدة الوزيرة، انطلاقا من المتطلبات الحقيقية والمتزايدة للساكنة في الميدان الصحي، وكذا انطلاقا من الطموحات المشروعة لهذه الساكنة تحسين أوضاع الصحية، سؤالنا اليوم مرتبط بأداء الحكومة عموما، إذ الصحة مرتبطة بأهم القطاعات كالسكن والتعليم والتجهيزات الأساسية من طرق وماء وكهرباء والتيار السائل والتشغيل وكل القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية. السيدة الوزيرة، رغم المجهودات المبذولة والمحققة في البنية التحتية الصحية والتجهيزات الصحية، رغم أننا مطالبون بالمزيد في بعض المناطق، لكن نسجل صعوبة الاستفادة من هذه التجهيزات وصعوبة الولوج إليها، ولهذا رصدنا أسباب ومجالات لا تزال تتطلب مزيدا من الجهود للاستجابة لمتطلبات الساكنة، خاصة الساكنة اللي ما عندهاش تغطية صحية وما عندهاش تأمين، ومنها من هاد الإجراءات لهاد الجهود يعني منها خفض كلفة العلاج والأدوية المرتفعة، وخاصة نسبة المساهمة الذاتية للأسر في مصارف العلاج التي تبقى جد مرتفعة تفوق 50%. لذا مطالبون بمخطط لتسريع خفض نسبة المساهمة الذاتية للأسر في مصارف العلاج، ولهذا نسألكم السيدة الوزيرة على الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع. شكرا. شكرا للنائب المحترم. الكلمة للسيدة الوزيرة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات النائبات، السادة النواب، في الحقيقة هذا السؤال اللي طرحتم تيكتسي يعني صبغة أهمية كبيرة نظرا لما تساهم فيه كيف قلت التكلفة المالية ديال الأسر. فمن الصعب حاليا الحديث عن ارتفاع أو انخفاض الإنفاق الأسري عن المرض والعلاج، لأن آخر دراسة اللي كانت في هذا الموضوع كانت في سنة 2006، والوزارة الآن بصدد إعداد دراسة جديدة قبل نهاية هذه السنة باش نعرفوا اليوم في 2011 شنو هي التكلفة الحقيقية اللي تيتحملوها الأسر في النفقات الصحية. فعندكم الحق، الدراسة الأخيرة بينات على خلال الحسابات الوطنية ديال الصحة أن إجمالي النفقات المخصصة للصحة بلغت 30.6 مليار ديال الدرهم، أي بمعدل ديال 1002 درهم للفرد، وتمثل هذه النفقات 5.3 من الناتج الداخلي الخام، وعلى أن حصة الأداءات المباشرة للأسر تتكلف تقريبا هي بنسبة ديال 57%. وأمام هذا الارتفاع تتعرفوا على أن الهدف التاسع من الاستراتيجية اللي سطرات وزارة الصحة ديال 2008 و2012 التزمنا على أننا نخفضوا ذاك النسبة ديال 57% إلى 25%، ولكن في أفق طبيعة الحال 2015. ولتحقيق هذا الهدف قامت الوزارة بعدة إجراءات، أريد أن أذكر منها مجانية الولادة، واللي تم تخصيص تقريبا 800 مليون ديال الدرهم للأدوية للتكفل المجاني لبعض الأمراض المزمنة. ولكن كذلك كان من جهة أخرى يبقى الورش الكبير والطموح، وهو نظام المساعدة الطبية اللي تيهم 8.5 مليون ونص من المغاربة، أي ما يعادل 28% من مجموع السكان اللي غادي يستافدوا من هذا نظام المساعدة الطبية قبل آخر هذه السنة، واللي هي غادي تساهم طبيعة الحال في انخفاض هذه التكلفة ديال الأسر في التكاليف الصحية. كما على أن هناك ورش كذلك اللي تنتظرنا واللي فتحنا له الآن دراسة بالنسبة لباقي المغاربة والمواطنين اللي هما الحرفيين والصناعيين التقليديين وكل المهن الحرة. شكرا للسيدة الوزيرة. هل من تعقيب؟ تفضل استاذ نائب. أنا السيد الوزير على الجواب. شرط النظام المساعده الطبيه اللي كنطالبوا باش الاسراع بالتعميم ديالو، رغم ان التجربه اللي دارت في بني ملال تبين، خاصه هاد 3 ولا 4 ايام كانت واحد اللجنه زارت هذه المنطقه وغادي دير التقرير ديالها في الميدان، ولكن حنا تنطلبوا من السيده الوزيره باش تسرع بتعميم هذا النظام على جميع الاقاليم ديال المغرب والعمالات.
فيما يخص توسيع قاعدة الاستفادة لباقة الفئات من نظام التأمين الإجباري على المرض السيدة الوزيرة، كاين واحد الفئة اللي هي مهمة ديال الشباب الطلبة اللي خص تعطيهم أولوية والاستعجال في هذا الميدان باش يكون هذا النظام الخاص بالطلبة يرى النور في القريب. وذكرتوا المهن الأخرى المستقلة والمهن الحرة. البارح كان واحد المنتدى ديال الصحة بالوسط القروي، كانت منه هذه الإجراءات، ولكن فيما يخص الصحة بالعالم القروي السيدة الوزيرة خص يكون واحد التسريع بالتجهيزات والأدوية اللي حتى هو غادي ينقص من هذه المساهمة ديال الفرد في المصاريف العلاج. وهضرتوا على المجانية فيما يخص الولادة، نهضروا هنا بغينا غير واحد يكون واحد يعني واحد ميساج واضح السيدة الوزيرة فيما يخص المجانية. هضرتوا على المجانية ديال الولادة، راه مازال كاين واحد الإشكال، ولكن بغيت غير التعامل مع شهادة الضعف. المجانية يعني العلاج من حق جميع المواطنين، واحد تيجي يخلص تيتصوب المسائل ديالو في اليوم، واحد تيجي بشهادة الضعف تيمشي 4 شهور 5 شهور. بغينا غير التعامل، حتى شهادة الضعف راه وثيقة رسمية خص تعطي واحد الميساج من هذا المنبر للمواطن كلهم بأن المجانية راه حتى هي فحالها فحال خص التعامل بنفس الشكل. لا يعقل واحد يجي يخلص وواحد نعطيه رونديفو 4 شهور ولا 5 شهور، وهذا بالنسبة لنا أساس السي الوزير. شكرا للنائب المحترم. السيدة الوزيرة كاين تعقيب تفضل. غير بغيت تبيع عجالة في هذا المجال. أولا بغيت نقول بأن المجانية بالنسبة للولادة لا تحتاج شهادة الاحتياج، أي امرأة جات للمستشفى لا الفحوصات ولا الولادة تكون مجانية بلا ما تطلب لها أي وثيقة. هذه من جهة. من جهة أخرى فإن شواهد الاحتياج تؤخذ بالاعتبار وملزمين داخل المستشفيات كلها أنها تخذ بعين الاعتبار، ويكون بطبيعة الحال نفس التعامل مع جميع المواطنين بمبدأ المساواة والعدل. شكرا للسيدة الوزيرة.